كابتن محمود الخطيب كشف عديد الحقائق، كشف الحوارات اللي دارت بينه بين وزير الشباب والرياضة، كشف تفاصيل الخطاب اللي جه من وزارة الشباب والرياضة، كشف ان الوزير نفسه لما اعلن ان هو ما جالوش حاجة بتقول ان انت هننظم نهائي دوري الابطال، كل ده اشياء كشف عنها المؤتمر كنا نعلم اغلبها، ولكن في تفاصيل معينة كشف عنها المؤتمر كنا محتاجين نعرفها. في اعتقاد ان هو مؤتمر كشف، كابتن محمود الخطيب النهاردة تحدث بشكل واضح جدا في واحد من اهم المؤتمرات اللي عملها كابتن محمود الخطيب في السنوات الاخيره. كل جمله وكل كلمه قالها كانت مدعومه بمستندات وخطابات، حتى الاتصالات الهاتفيه اللي عملها مع بعض المسؤولين تحدث عنها بشكل واضح، تفاصيل مهمه جدا تؤكد بشكل واضح جدا ان احنا امام اطراف معينه قصرت في ملف ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا، ومجلس اداره النادي الاهلي تحمل مسؤوليه كبيره وخد كل الخطوات القانونيه وغيرها للحفاظ على حق النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب مش بس بيتكلم على وبيوجه رسالته بس لاتحاد الكوره وللاتحاد الافريقي، لكن كمان بيقول لجماهيره ان هو مشي خطوه بخطوه من منذ بدايه الازمه ونشوب الازمه ما بينه وبين الاتحاد الافريقي، حتى مراسلاته الى الاتحاد المصري وشكواه الى وزير الشباب والرياضه. اعتقد ان في خطوات تصاعديه هتكون خلال الايام القادمه ما بين وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكره المصري، لانه واضح تماما ان المدام في هذه الازمه هو اتحاد الكره المصري الذي اعلن في بدايه الامر عدم وصول خطاب رسمي من الكاف، تلاه وصول خطاب اخر من الكاف ورد اتحاد الكره المصري عليه بطلبه بعد انتهاء الفتره القانونيه في شهر ابريل، بطلبه للعب المباراه في ارض محايده وملعب محايد خارج مركب محمد الخامس، تلاه العوده مره اخرى الى وزاره الشباب والرياضه والتاكيد على عدم وصول طلب لاستضافه دوري ابطال افريقيا، بطوله دوري ابطال افريقيا والنهائي. فقط تم طلب 5 بطولات ليس من بينهم دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان النادي الاهلي حق لدى اتحاد الكره المصري، واعتقد ان وزاره الشباب والرياضه بدات في اتخاذ اجراءات شديده قد يعلن عنها خلال الايام القادمه. ندفع ثمن عدم تنظيم مسابقات محليه بشكل منتظم، بندفع ثمن قرارات فرديه، بندفع ثمن قرارات في غير توقيتها، كل دي اشياء وصلتنا للحاله اللي احنا فيها دي، ان احنا ما عندناش منتخب قوي يقدر يدافع عن سمعه الكره المصريه. عيب جدا ان منتخب مصر يعني كبير افريقيا من ناحيه الارقام والبطولات ان هو يظهر بهذا المظهر السيء امام اثيوبيا اللي هو كانت اخر مره كسبتنا في سنه 89. كان منتخبنا ظهر بدون شخصيه، بدون روح، بدون اداء، كمان حاسس ان هو مفيش انتماء اصلا لقميص المنتخب اللي لابسينه، وبالتالي ده كانت النتيجه ان احنا بنخسر من اثيوبيا 2-0 مع الرأفه، مش 2-0 كده وخلاص. انت ما ظهرتش بمظهر كويس، وبالتالي الانتقادات من حقنا ننتقد لاعيبه منتخبنا زي ما بنشيد بيهم وبنحطهم على دماغنا من فوق، لما يحصل اخفاق او تقصير لازم ننتقدهم، وربما تكون مباراه اثيوبيا دي بدايه تصحيح المسار.